السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في برنامجنا وبرنامجكم لك خاصة. اسمحوا لي الليلة أن أنا أكون ضيف خفيف عليكم نظرا لسفر الشيف محمد، وإن شاء الله بعد يومين هيكون موجود. أهلا وسهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا شيف إبراهيم، ومساء الخير على أحلى مشاهدين دائما بتابعونا في برنامجنا نكهة خاصة. الليلة نكهة خاصة برضو يا شيف إبراهيم، عندنا أطباق جديدة متنوعة كما عودنا المشاهدين. إن شاء الله بإذن الله تعالى الليلة هنعمل مندي اللحم، طبعا احنا برضو متابعين مع السادة المشاهدين وطلباتهم، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نلبي كل الطلبات. أيوه. المندي من الحاجات اللي ناس كثيرة طلبتها. أيوه. قبل كده شيف محمد عمل مندي الفراخ، الليلة بنعمل مندي اللحمة وبطريقة مختلفة على أساس إن احنا برضو ننوع في طريقة عمل الأصناف. أيوه. وعندنا الليلة إن شاء الله كيكة الشوكولاتة بطريقة سهلة جدا، برضو ناس كثيرة طلبوا إن احنا نبتدي نشتغل في الكيك. هنعمل كيكة الشوكولاتة وهنطلع منها صنفين، يعني هي كيكة الشوكولاتة وهنحشيها إن شاء الله آيس كريم، وبعد كده هنعمل منها اللي هي الشوكو بوبس اللي هي كور الشوكولاتة وزي اللولي بوب كده إن شاء. أيوه. الله. أيوه. دي برضو الأطفال بيحبوها كتير. تمام، هنبتدي ان شاء الله باول حاجه الليله اللي هو طبق المندي. أيوة. طبق المندي طبعا عباره عن لحم ورز. ايوه طبعا هنبتدي بالرز، لكن قبل ما ابدا هنخش نشوف المقادير ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين مع برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه. قبل ما نشوف كنا بنشوف المقادير، بنقول هنبتدي بالرز بتاع المندي. الرز بتاع المندي احنا عملناه كذا مره والليله برضه بنعيده ثاني للساده المشاهدين. طبعا المويه بتغلي، بنستخدم الرز بيتغسل بتاع 3 4 مرات وبعد كده بنصفيه. اوكي، في المويه بنحط بصله طبعا، وليها طرق كثيره طبعا. احنا بنحاول برضو ان احنا نجرب الحاجه دي للساده. احنا طبعا هنعملها النهارده قريبه من الطريقه اليمنيه. أيوة. الطريقه اليمنيه هم طبعا بيديهم حفره. أيوة. بيعملوها بيحطوا الاول الحله بتاعت الرز. أيوة. سواها كاشفه غير الطريقه اللي احنا هنعملها النهارده برضو. أيوة. وبعد كده بيحطوا مصفى او شبكه. أيوة. وبيحطوا فوق منيها اللحمه الخروف الفراخ. أيوة. تمام، وبيقفلوا الحفره. الرز بيطلع البخار بتاعه بيسوي اللحمه فوق، واللحمه بتنزل الديون بتاعتها والزيوت بتاعتها على الرز، وبياخدوا الاثنين تيست من بعض. أيوة. هنعمل النهارده ان شاء الله طريقه قريبه من الحاجه دي. ايوه زي ما قلنا نبدا بالرز، حطينا البصله. ايوه ورقتين لورو. اوكي طبعا المندي من الحاجات اللي هي فيها اعشاب كثيره جدا. تمام، بنحط الدهان، نحط قرفة، عيدان، اوكي، نحط بهارات، كركم كمان. ميزته انه فيه بهارات كثيرة ونكهتها بتكون ظاهرة في المندي. دائما بيقول انه البهارات فيها عناصر غذائيه كثيره جدا ومضادات للاكسده، وكمان نكهتها دائما بتدي اي طبق نكهه خاصه. تمام دكتور، احنا حطينا ملح والفلفل. أيوة. الدهان، القرفه، احنا كده حطينا البهارات بتاعتنا. بنسيب المويه تغلي شويه. أيوة. بعد كده بنبتدي نتبل اللحمه بتاعتنا. احنا النهارده استخدمت لحمه فريتو عشان زمن البرنامج، لان احنا طبعا دايما يعني اللحمه اللي هي اللي بتفضل مع المندي بتكون اللحمه الضان. اوكي، اللحمه الضان طبعا بالعظم بتاعتها، لكن احنا طبعا حاولها بنحاول ان احنا طبعا ايه يعني اللحمه بتاعتنا تكون خفيفه التسويه بتاعتها سريعه. أيوة. على اساس ان احنا ننجز في زمن البرنامج ونفرج الساده المشاهدين الطبق للاخر. أيوة. لكن دايما هو بيفضل ان هو يتعامل باللحمه اللي هي الضاني، لكن برضه انت ممكن تغير اللحمه ضاني، ممكن فراخ، ممكن في سمك يتعامل برضه بطريقه المندي، لكن. أيوة. احنا في الاخر التتبيله بتاعتنا بتكون نفس الشيء. أيوة. طبعا بنحط البهارات، اللحمه،
طبعا زي ما قلنا قبال كده انه اللحوم كلها فيها بروتينات وكلها فيها احماض امينيه مهمه جدا باختلاف لجسم الانسان، بس بتختلف في تركيز كل نوع من انواع الاحماض الامينيه، من اللحوم البيضاء للحوم الحمراء للاسماك كمان. دي كلها فيها احماض امينيه مهمه لجسم الانسان، بس باختلاف التركيز من كل نوع من الانواع دي. طب معنا سويبه. ايوه استاذه سويبه، اهلا وسهلا بك. الله يخليك. الله يخليك، تسلم. ازيك يا دكتوره؟ اهلا مرحبا بك يا سويبه، منورين. الله يخليك. الله يكرمك استاذه سويبه، تفضلي. الله يخليك، تسلم ان شاء الله. والله انا مثلا من الطريقه بس تحت الفطاير كان عامل الشيف محمد. تمام. هاي بس انا عندي المقادير واي حاجه، لكن بس ما عرفت الطريقه. ما عرفت الطريقه اللي هي بتاعه لف الفطاير يعني، ولا طريقه العجنه، ولا طريقه شنو بالضبط؟ هاي طريقه بس العجنه. تمام جدا. هو طبعا الشيف محمد برضو المقادير، عايز المقادير بتاعه العزيزيه بس لو سمحت. تمام جدا، اوكي. الله يخليك. الفطاير طبعا الشيف محمد فرد ليها كذا اكثر من حلقه. ايوه كانوا حلقات ناجحه جدا. طبعا يا ريت تتابعوا صفحاتنا على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ممكن تعيد عليهم ثاني يا دكتوره برضو الصفحات بتاعتنا؟ ايوه، هي موجودة كل الوصفات بتلقيها في مواقعنا تحت التواصل كلها، كمان ممكن تشاهد الحلقة كاملة في اليوتيوب تشوفي طريقة العمل كانت كيف في الفطاير. طيب يا دكتورة، احنا الرز بتاعنا الموية بدأت تغلي. ايوه ببتدي احط الرز بتاعي. طبعا يا شيف بستخدم نوع المخصص لل الرز البسمتي دايما طبعا اللي بيفضل. أيوة. في البرياني الرز البسمتي. ايوه اوكي، نديله تجربة كده. انا بديله سنة بتاعت لون، عايز لونه مصفري شوية كده لهذا. ايوة النهارده الليله. النهارده دكتوره الوجبه بتاعتنا طبعا احنا في رز وفي لحمه، احنا بنقول لحمه او فراخ. أيوة. تمام. خلطين معاها خضروات طبعا، ان شاء الله برضو هيكون فيها خضروات. أيوة. مع الرز قبل ما ادخله الفرن. أيوة. برضو طالع معاها خضروات. انا شايف ان هي كده وجبه متكامله. انت وجهه نظرك شنو دكتوره؟ طبعا دائما احنا بنقول للمشاهدين انه لازم الوجبه لازم نكون حريصين انها وجبه متوازنه. متوازنه يعني موجود فيها كل العناصر الغذائيه او المجموعات الاساسيه من الاغذيه، اللي هي في النشويات اللي هي الرز طبعا، دي اكبر كميه لازم ياخذها الانسان خلال اليوم. كمان في الفيتامينات بلقاها في الخضروات اللي انا بضيفها، كمان للبروتينات والدهون اللي هي موجوده في اللحوم. فكده بالتالي حتكون وجبه متوازنه وكامله للتناول. تمام. طيب دكتور، احنا كده نبتدي نوزع اللحمه بتاعتنا. ايوه. انا بس دايرها تاخد حاجه بسيطه كده على النار، بس اقفل المسام بتاعتها وفي نفس الوقت تلون، عشان بعد كده هنحطها مع الرز الاثنين في الفرن بطريقه نوريها للساده المشاهدين، بتكون سمحه جدا قريبه جدا من الطريقه اليمنيه في عمل المندي. طيب
طيب يا شيف الليل حابين نقول للمشاهدين واحدة من الإرشادات الغذائية المهمة جدا، خصوصا إحنا داخلين على فصل الشتاء، اللي هي شرب المياه. عارفين إنه الموية مهمة جدا لجسم الإنسان، وأغلب أو كل العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان بتتم في الوسط المائي، فلازم ننتبه إنه نأخذ الحصة اليومية من الموية عشان نضمن سلامة الجهاز الأجهزة الموجودة في جسم الإنسان، الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وكل الأجهزة بتحتاج للمياه. القدر المناسب للمياه اللي هو من 8 ل 10 كبابي خلال اليوم. طبعا يا شيف الناس في الشتاء بتحس انها ما عطشانة فما بتشرب مويه كثيره، فبالتالي بتسبب مشاكل كثيره بتاعت كلى ومشاكل كثيره بتاعت جفاف، فاحرصوا دائما على تناول او شرب المويه بالكميه المحدده خلال اليوم. مهم جدا طبعا شرب المويه. ايوه، لكن بس في كلام يقول انه في يعني عدد معين من اللترات اللي انت تشربيها. ايوه، انا شايف هل المعلومه دي صحيحه ولا ما شرط الانسان بياخذ اللي بيحتاجه جسمي فقط بس يعني؟ صح، هي هي في لترات فعلا محدده خلال اليوم باعتبار انه دي اقل كميه ما المفروض تاخذها خلال اليوم، عشان كده احنا ترجمناها من لترات الى 8 الى 10 كبابي خلال اليوم، وباعتبار انه احنا في السودان شويه جونا حار، كل ما زدت عدد الكبابي بتاعتك ممكن تكون صحية أكثر، بتأثر على صحتك وبتظهر في شكلك كمان، فدائما تناول الموية بصورة منتظمة. طيب دكتور، احنا ناخد اللحمة زي ما قلنا كده تشويحة بسيطة جدا. ايوه، انا عايز بس اكبر المسام بتاعتها. ايوه اوكي. طيب الرز كده جهز. انا هبتدي انقل الرز في الصينيه بتاعت الفرن. ايوه تمام، وهغطيه واحط فوق منه اللحمه. فانا دلوقتي هجيب الصينيه بتاعتي وانقل الرز. طب يا شيف، هو الرز كده هيكون استوى ولا لا؟ لسه ما استوى. بصي، وانا زي ما انا قلت انا عايز اديله الغلوه الاولانيه بس. أيوة. تمام كده، انا الرز لسه ما استوى. ايوه، انا زي ما قلت عايز اسويهم الاثنين مع بعض، اللحمه والرز كده. انا جهزت الصينيه. ايوه، هبتدي احط السيلفر بتاعي. معانا محمد. استاذ محمد، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. والله برنامجكم طبعا برنامج جميل، والغذاء طبعا اهم حاجه بالنسبه لي الانسان، والغذاء طبعا صحة. الله يخليك. انا عايز بس نصائح للزول اللي يكون عنده مثلا ضعف في الدم، زول الدم ضعيف ياخذ يا نوع من الاقمشه. زول عنده فقر دم او انيميا. نعم، فقر دم او انيميا. ايوه طبعا يا محمد، فقر الدم انيميا معناته في نقص في الحديد، عنصر الحديد وعنصر الفوليك، فلازم نركز على نوعيه معينه من الاغذيه اللي هي بنلاقيها في مثلا الخضروات الداكنه زي الرجله، كانت تكلمنا عنها قبل كده، الرجله والسبانخ والجرجير، دي كلها فيها عنصر الحديد والفوليك بصوره عاليه، ممكن تساعد على رفع الدم. كمان في من منتجاتنا او المحاصيل عندنا السودانيه في عصير القضيم، ده ممكن يكون كويس جدا لرفع الدم. كمان البلح، دي كلها مكونات غذائيه مفيده، وكمان الكبده والكلاوي، دي ممكن كلها حاجات ممكن تزيد من الدم بتاع الانسان. اضافه لذلك بنقول لك بعد ما تاكل المكونات دي كلها حاول اشرب عصير ليمون او عصير برتقال، لانه الفيتامين سي بيساعد كمان على امتصاص الحديد اللي انت اتناولته. تمام، شكرا لك يا محمد، شكرا لاتصالك. اهلا دكتوره، احنا كده ايوه حطينا الطبقه بتاعه القسطير. ايوه تمام، احنا كده بنحاول ان احنا نقفل الرز. أيوة. نقفل الرز زي ما بيقولوا. بعد كده اللحمه بنحاول ان احنا هنحمرها، هنرصها.
داخله بعد كده الفرن. أيوه. بياخد في على 180 درجة بياخد من 40 من 38 ل 40 دقيقة. أيوه. لكن ما بفتح الفرن عليه إلا بعد الدقيقة 35. تمام. أنا بقى معلش عندنا فرن واحد واضطر أفتح الفرن عشان الرز، لكن احنا بس بنجرب الفكرة للسادة المشاهدين. أيوه. وكمان برضو عندنا عاملين واحدة طبعا جاهزة عشان دي طبعا لغاية ما تطلع الفرن، لغاية ما تطلع من الفرن بتكون عايزة محتاجة انها تبرد. تمام. عشان اعرف اقطعها عشان اشتغل فيها الشغل اللي جاي بعد كده. أيوه. لغاية ما انا ادخل الفكرة تحت الفرن، دكتور ممكن تقرأ لنا الرسائل؟ اكيد نشوف دايما بتواصلوا معنا على صفحتنا في الفيسبوك. طيب صديقتنا ريهام سيف بتسلم علينا، اهلا مرحبا بك يا ريهام. بتقول للشيف ممكن تشرح لنا طريقة حلو الاوريو الطبقات، وهل ضروري يدخل الفرن شوية عشان يتماسك ولا لا؟ تمام. احنا طبعا حلو الاوريو الطبقات عملنا منه حاجة قريبة. أيوة. وبكرة عندنا برضو حاجة قريبة جدا منه. حلو الاوريو طبقات ما بيحتاج الا اذا كنت هعمل سوفليه. سوفليه اللي هو هيخش فيه مثلا عجنه زي دي كده. أيوة. يخش شويه الفرن وبيطلع. لكن لو كل الحاجات على البارد. أيوة. ما بتحتاج طبعا انها تعمل، بتحتاج بس تخش الثلاجه وتتماسك جوه الثلاجه. ايوه اوكي. طيب في برضو سعاد ذهب العمده بتمسي علينا، مرحبا بك يا سعاد وشكرا لك لتواصلك معنا. كمان بتطلب منكم طريقه تزيين التورته، هي بتعرف تعمل توتة لكن ما بتعرف تزينها. اوكي تمام. ان شاء الله باذن الله بنفرد لها حلقة باذن الله تعالى لتزيين التورتة. تمام. طيب ريحاب بتمسي علينا وبتسال انواع الرز بتاعة الكبسة كيف مع ناس الرجيم، ناكله عادي ولا برضو بحد معين؟ طبعا يا ريحاب دائما اي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. اذا انت في مرحلة بتاعة رجيم انت طبعا لازم تاخذي المكون بتاع الكربوهيدرات اللي هو العيش او الرز او او الكسره او العصيده، لكن حتختاري مكون واحد بس في الوجبه. اذا اكلتي في الوجبه رز حتاخذي من 3 إلى 5 معالق رز كفايه بالنسبه لك اذا كنت في مرحله بتاعت رجيم، وفي الوجبه دي ما حتكون في اي تناول للعيش، فبس حتاكلي بس بكميه بسيطه جدا. طيب ابراهيم اسماعيل برضو بيمسي علينا وبيقول انه كل يوم بيتعرف على وجبه جديده. هل هي يا دكتوره؟ ايوه. ابراهيم بيمسي علينا وبيقول انه استفاد من من اكلاتنا وكل يوم بيعمل حاجه جديده. ممتاز. طيب طلال بابكر كمان بيمسي على البرنامج وبيطلب من الشيف يوم مخصص يقدم لنا فيه وجبات لناس فقر الدم والحوامل. هم فعلا يا شيف هم فئتين يمكن في تقارب بين الوجبات الغذائيه اللي هم بيحتاجوها مع بعض، فان شاء الله حنفرد لهم حلقه خاصه نعمل فيها وجبات خاصه بالنسبه للفئتين دي، مش كده يا شيف؟ ان شاء الله باذن الله تعالى. وفي عندنا برضو الاطفال برضو ان شاء الله عايزين نفرد لهم حلقات باذن الله تعالى. ايوه ان شاء الله. طيب شوشو كمال برضو بتمسي على البرنامج، اهلا بك يا شوشو شكرا لك ولتواصلك معنا. تطلب حلقه عن السلطات الحلوه والحادقه. ان شاء الله باذن الله تعالى. احنا دايما يعني بنحط دلوقتي بكل حلقتين بنحط نوع من انواع السلطات. ايوه تمام. السلطه الحلوه احنا عملنا قبل كده الفروت سلط مع الزبادي. ايوه عملناها. وان شاء الله باذن الله تعالى برضو مع الحلقات، يعني احنا بنقول مره ساعات بنفكر ان احنا نعمل حلقه خاصه للسلطات. ايوه. لكن برضو في ناس بتطلب طلبات ثانيه زي ناس بتطلب المندي، ناس بتطلب الكبسه، ناس بتطلب، فاحنا بنحاول نوازن بين الاثنين، فبنحط. أيوة. صنف سلطه، صنف حلو، صنف اكل مع بعض. صح. بحيث ان احنا نرضي كل الاذواق ونقدم كمان وجبه متوازنه، يعني سلطه ومعاها مكونات ثانيه اكيد حتكون وجبه متوازنه ومتكامله غذائيه ان شاء الله باذن الله. طيب ام عمر برضو بتشكرنا على البرنامج، شكرا لك يا ام عمر ودائما سعيدين بتواصلكم معنا في البرنامج. كمان تبيان المجذوب بتسلم علينا واستفادت كثير من الوصفات ودايره تعرف طريقه عمل خليه النحل. تمام. طريقه عمل خليه النحل، ناس كثيره طلبت خليه النحل، ان شاء الله باذن الله تعالى بندرجها في الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها ان شاء الله باذن الله قريب جدا ان شاء الله. الله. طيب شكرا لكم ولكل اللي بتواصلوا دائما على صفحتنا في الفيسبوك، حنرجع لكم ثاني ان شاء الله. طلعنا الكيكه بتاعتنا. انا طبعا كنت عامل واحده طبعا عشان زي ما قلت زمن البرنامج. أيوة. احنا مسوي واحده دلوقتي عشان زمن البرنامج، احنا جبنا واحده عشان نحشيها قدام الساده المشاهدين، هي بيكون شكلها كده بعد ما تطلع من الفرن. ايوه.
عليكم مرة تانية أعزائي المشاهدين مع برنامجنا وبرنامجكم لك خاصة. احنا ابتدينا في الحشوة بتاعت القلب الكيكة اللي احنا استخدمناها، قلنا بنستخدم كل حاجة ما بنجدي حاجة. ايوه تمام، بنديها دكوة اللي هي طبعا بيقولوا عليها بينات بطر بالانجليزي. أيوة. او زبدة الفول السوداني احنا بنقول عليها دكوة. ايوه قلت الدكوة. تمام، ومعانا جبنة كريمة ما يكون فيها ملح. أيوة. ممكن نستغنى منها لو ما دايرين. معانا تليفونها دكتورة استاذة ندى من الفاشر. اهلا بيك استاذة ندى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. كيف يا استاذه ندى؟ وعليكم السلام. الله يخليك، اهلا وسهلا بك. يلا مرحبا بكم. الله يخليك. تسلم. تفضلي. برنامجكم عجبني جدا. الله يخليك. وبنسال يلا يا استاذ من كريمه الحلويات الجافه. من كريمه الحلويات. الو، كريمه الحلويات الجافه اللي تقصد الكريمه. اللي هم بيقولوا عليها هنا بالبلدي فلت، يعني بتشتريها فلت. من المحل، من محلات تجهيز الحلويات اللي هي الكريمه الفلت يعني، مش كده ولا حاجه تانية؟ يلا الكريمه زينبها الحلويات. تمام مظبوط جدا. اوكي ايوه ايوه تمام. الكريمه دي طبعا في ناس بيقولوا لنا احنا بنجيبها وبعد ما بنشتغل بيها بتربط، لكن لما بنشتغل بيها بعد شويه بنلاقيها فكت منيها. في حاجه خطا بيعملوها ان هم بيحطوها في الفريزر. الكريمه دي ما تدخل الفريزر. يعني الكريمه انا اول ما بجهزها ودايما الاحظ انها لازم تكون موجوده في الثلاجه. يعني طبعا جو السودان هنا مسخن. أيوة. المطابخ بتكون ساخنه. صح. يعني حتى يستحسن لو انا اخش في اوضه فيها مكيف اشتغل شغل الكريمات ده بالذات، لان الكريمه ما يعني بتستحمل. ما بتستحمل السخونيه خالص. أيوة. فيستحسن ان انا اشتغل. طبعا انت بتجيبيها من المحلات تجهيز الحلويات. أيوة. تمام، بودره بتحط اللبن يكون بارد، ويستحسن كمان حتى لو يكون عليه وش تلج من فوق، يعني تتاكد ان اللبن ده يكون بارد شديد جدا. تمام. بتضيف السكر، كميه السكر اللي انت دايراها. أيوة. بتنزلي باللبن مره، ما بتنزلي من مره واحده، تنزلي باللبن حبه حبه مراحل. ايوه هاي ليه؟ لان الكريمه دي بتيجي في مراحل بتربط درجات. يعني احنا النهارده برضو عاملين كريمه هنضيفها شويه للشوكولاته مع الشوكليت بول او كوره الشوكولاته اللي احنا عاملينها دي. أيوة. تمام، ببتدي ان انا انزل بالكريمه حبه باللبن حبه حبه لغايه ما اخد القوام اللي انا دايره. أيوة. في ناس بيكون دايرين قوام بسيط او في ناس دايرين قوام جامد. أيوة. حسب التورته. لكن بالنسبه للتورته تمام، لو جربتوا ان شاء الله هنعملها لكم في يوم كريمه الزبده دي بتكون ممتازه جدا. أيوة. طعمها سمح وفي نفس الوقت متماسكه. أيوة. احنا بنستخدمها في التورتات اللي هي زي تورتات الزفاف اللي احنا بنغطي بيها بعجينه القوام. قوامها سميك شويه. قوامها سميك شويه. أيوة. لكن بالنسبه للبودره اللي هي البودره بتاعت الكريم شانتي. أيوة. زي ما قلت بنشتغل بيها باللبن بارد وبنحط السكر، لكن بننزل بكميه اللبن حبه حبه ما بننزل مره واحده. ايوه طب يا دكتور احنا كده جهزنا العجينه بتاعتنا، خطينا. أيوة. دكوه وخطينا جبنه كريمه. ايوه تمام، هنبتدي نرص الكور بتاعتنا الطريقه دي. طبعا ممكن اعمل بينها الاشكال اللي احنا بس احنا عايزين نعمل حاجه زي اللولي بوب. ايوه كده. يلا يا جماعه عايزين بقى في الشغل بتاع الليله ده نشوف ابداعاتكم في البوست بتاع اطبخ وارسل. طبعا دايما بتغلبونا ودايما بتكسبونا في الحته دي ما شاء الله عليكم. مستنيين ابداعاتكم طبعا. الليله الشغل بتاع الليله فيه مجال للابداعات كتير جدا. اكيد 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 دايما منتظرين مشاركتكم معانا على البوست اطبخ وارسل.